بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ومما يزيد فرحي وغبطتي أن أعرف أمام المشاركين الكرام في هذه الويبينار ضيفنا الكريم الشاعر موسى حوامدة، الشاعر الفلسطيني المقيم في الأردن الذي لا يزال يثري مجال الأدب الحديث بإبداعاته القيمة. إن شاعرنا هو من مواليد فلسطين عام 1959، وهو من خريجي كلية الآداب في الجامعة الأردنية، ولا يزال الشاعر يؤدي خدمات جليلة في مجال الأدب العربي وخاصة في الشعر العربي. والشاعر يتولى مناصب عديدة، ومن أشهرها عضو رابطة الكتاب الأردنيين وعضو نقاب الصحفيين الأردنيين وعضو الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب الإنترنت العربي وما إلى ذلك. ومما يدل على عبقرية الشاعر في مجال الأدب الجوائز التي حصل عليها في فترات مختلفة، ومنها جائزة رابطة الكتاب الأردنيين لغير الأعلى، وجائزة ليب فليوم الجائزة الكبرى التي تمنحها مؤسسة برياني الفرنسية، وجائزة المهاجر الأسترالية للشعر، وجائزة اللجنة العليا لمهرجان درس وما إلى ذلك. ومما يزيد فضل هذا الشاعر إن قصائده قد ترجمت إلى لغات عالمية عديدة، بما فيها الإنجليزية والفارسية والفرنسية والألمانية والسعودية والرومانية والكردية والبوسنية والتركية والملايالمية اللغة المحلية في دولتنا الهند. وقد أثر الشاعر مجال الأدب العربي بإبداعاته القيمة، ومن أشهر إصداراته شغب، يعني أفضل مجموعة الشعرية، وتزدادين سماء وبساتين، وشجري أعلى، وأصفار موسى العهد الأخير من جهة البحر، وسلالتي الريح وعنواني المطر، وكما يليق بطير طائش، ومختارات شعرية عن الهيئة العامة لكسور الثقافة في مصر، وموتى يجرون السماء، وجسد للبحر رضا للقصيدة، والمرئي والمسموع، والسأملي إلى الأدم. ونحن معتزون جدا لنخبركم أيها الشاعر الكريم أن قصيدتك المسمات بسأملي إلى الأدم قد ترجمتها طالبة باسم سجنة باسم اللغة العربية بكلية الحكومية باتامبي اللغة الملياليمية إلى لغتنا الأم بعنوان نان سونديليك بوم في السنة المالية، ونشرناها في كتاب مطبوع باسم أغلى تندي على جوجل. ولا أطيل كلام التأليف، ونرحب ضيفنا الكريم الشاعر الفلسطيني موسى حوامدة لإلقاء كلماته القيمة عن الموضوع الشعر العربي الفلسطيني المعاصر، فليتفضل مشكورا. شكرا للأستاذ الدكتور عبد الرحيم لهذا التقديم الرائع. نحن نستمع إلى الأستاذ موسى حوامدة، شاعر فلسطيني مقيم في فلسطين بروحه ومقيم بجسده بالأردن، وهو يعني يجلس في بيته في مقربة من دولته، وهو كما ككل الفلسطينيين وكل الإنسان نحن كلنا نتمنى العودة القريبة إلى وطننا المفقود. وأنا أرجو من سعادة الأستاذ موسى حوامدة أن يشرفنا بتجاربه، وأيضا حكاية عن الشعر وخصوصا في أرض فلسطين الحبيبة إلى كل إنسان. نعم أستاذ موسى، يمكنك التحدث. مرحبا يا دكتور، كيف حالك؟ أولا طيبين. اسمح لي بالبداية أن أشكر قسم اللغة والدراسات العربية في كلية سيري لينا كانت الجامعية في ولاية كيرلا الهندية، وأشكر الصديق العزيز محمد علي، والذي تواصل معي قبل أكثر من عام مضى وقال لي أننا سنقوم بترجمة بعض قصائدك إلى
إلى اللغة السنسكريتية كما أعتقد. وطبعا قام بهذه الترجمة، ترجمة قصيدة سأمضي إلى العدم. طبعا احتراما لهذه الدعوة الكريمة من جامعتكم الكريمة، قمت بكتابة شهادة خاصة عن تجربتي الشعرية بعنوان مجروح من الوجود أبحث عن كمال ما. الأفاضل الأساتذة والطلاب في قسم اللغة والدراسات العربية في كلية سيري نيلا كانتا الجامعية في ولاية كيرلا الهندية المحترمين والطيبين، تحية طيبة وبعد. كثيرا ما كنت أسأل نفسي، لماذا الشعر إذن؟ ولماذا أكتب الشعر؟ لماذا أحب العناء والألم وأفسح له كل الوقت في تفكيري ونظرتي وتفاصيل اليومية؟ وفي كثير من الحوارات الصحفية التي سئلت فيها لماذا الشعر أو لماذا أكتب الشعر أو ما هو فهمي للشعر، وجدت أنني في كل مرة كنت أجيب على السؤال بطريقة مختلفة. مرة قلت أنني أكتب الشعر لأنني أتعالج نفسيا، ومرة قلت إنني أبحث عن تعويض عن كل الخسارات التي مرت معي، ومرة أجبت أنني أكتب الشعر بحثا عن كمال ما، ومرة قلت أنني أكتب الشعر لكي أرى الطبيعة متوازنة، فالظلم موجود في الأرض، ولعل العدل أقرب للخيال والفانتازيا منه للواقع، ولذا أهرب للقصيدة كي أقيم مدينة الفاضلة أو كوميدياي الإلهية أو فردوسي المفقود بحثا عن عدل غير قائم. قبل ولادتي بسنوات ضاعت بلادي بتواطؤ دولي حين أقرت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين عام 1947 إلى دولتين، واحدة لليهود والثانية للعرب. أعلن قيام الكيان الصهيوني عام 1948، بينما اقتلع الشعب الفلسطيني من جذوره وصار نصفه لاجئا ومنفيا، وتم طمس الهوية الفلسطينية. تم طمس الهوية الفلسطينية وتم تفتيت فلسطين إلى عدة أجزاء وأقسام. اسم ألحق بمصر، أعني بعد عام 1948 و1950. والقسم الذي ألحق بمصر هو قطاع غزة، وقسم ما تبقى من فلسطين بعد الاحتلال عام 48 ألحق بالمملكة الأردنية الهاشمية التي أحمل جنسيتها الآن، وهو ما سمي لاحقاً بالضفة الغربية وفيها القدس الشرقية والأقصى المسجد الأقصى المبارك. وحتى قريتي السموع التي ولدت فيها لم تسلم من الدمار، فقد تم هدمها من قبل الجيش الإسرائيلي قبل حرب 67 حين كنت طفلاً صغيراً ورأيت بيوتها صارت ركاماً وغباراً. وبعد ذلك بأشهر قليلة تم احتلال بقية فلسطين وهضبت الجولان السورية وصحراء سيناء وأجزاء من لبنان والأردن، ثم تم احتلال مسقط رأسي مرة ثانية، وبدأ إحساسي بالظلم يتزايد وإحساسي بضياع هويتي يكبر. لكن الهوية الفلسطينية بدأت بالتشكل منذ أن وقعت النكبة، وكما يقول المفكر الفرنسي جيل دولوز أن الهوية الفلسطينية بدأت بالتشكل منذ وقعت النكبة. صار إحساسي بهويتي ولغتي العربية أقوى، صرت أجد التعويض في اللغة وفي الكتابة، ولذا صار تشبثي بها أقوى وأكثر. يقول الشاعر البرتغالي فرناندو بيساوا: لا يهمني حين يتم احتلال البرتغال كاملة، لكني سأصاب بالذعر لو مست اللغة البرتغالية أو وجدت فيها خطأ ما. هل كان تمسكي وتشبثي
بلغة العربية بديلا عن هزيمتي وخسارات المتتالية؟ لست أدري. نعود إلى السؤال، لماذا الشعر إذن؟ هل هو تشبث باللغة والهوية ردا على الهزيمة والخسارة والتشتت والشعور بخطر الإمحاء والانقراض، أم بسبب موهبة سماوية مجانية، أم جاء بسبب الشعور الدائم بالنقص في الحياة، النقص في العدل، النقص حتى في القصيدة التي أكتب، النقص حتى في الجواب على سؤال لماذا الشعر؟ في كل إجابة كنت أجد نقصاً. هذا يعني أنني لا أملك إجابة شافية كاملة أو ناجعة، وفي كل جواب كنت ألحظ نقصاً خلف الكلمات، وهذا النقص لم يتوفر عندي فقط، وجدته يتجلى حتى في تعريف القدماء للشعر، من أرسطو إلى هوراس إلى تي إس إليوت للشعر، بل تبدى في تعريف النقاد العرب القدامى من قدامى ابن جعفر وابن طباطبة والقرطاجني، وحتى نقاد اليوم غربيين أو شرقيين ظلوا أسرى هذه الفضيلة، أعني فضيلة النقص، والتي أعتبرها الدافع لكل كتابة شعرية ونقدية جديدتين. في تقديم شهادتي في بيت الثقافة والفنون في عمان إثر صدور مجموعتي الشعرية سأمضي إلى العدم، وهي القصيدة التي ترجمتها إحدى طالبات قسمكم ولها طبعا الشكر، والمجموعة التي صدرت عن الهيئة المصرية للكتاب عام 2017. وجدت أني أكتب ما يلي. أعرف أني لم أكتب النص الكامل، لم أكتب القصيدة الكاملة، لم أكتب القصيدة النهائية، فالنص الكامل وهم والنص النهائي فخ. وأعرف أن النص الذي أكتبه حتى الآن والقصيدة التي تجتاحني حتى الآن مريضة بالنقصان، زاهدة في الكمال، متيمة بتمام نقص صاحبها، متأملة الفراغ الذي يعبئ الصدر والروح، متأرجحة بين حنين لن يعود وأمل لن يتحقق وعدم لم يبلغ كماله في ملحمة الوجود. وأعترف أن حاجتي للشفاء كانت دافعي للكتابة، وطمعي في أكسجين إضافي وحياة أجمل كان هاجس الأول، وطموحي الذي لا تبلغ النشوة مداه والعمر عاجز عن اللحاق به أكبر من كلمات تدفع كلمات أو قصيدة تطاول السماء وتنحني بين يدي المطلق. ما أكتب إذن؟ وما كتبت من قصائد من شغب كما ذكر المقدم الكريم الدكتور، مروراً بشجر أعلى وموت يجرون السماء وجسد للبحر، وحتى هذه المجموعة قصائد قد تعبر عن رؤيتي للكون، وهي تنشد أنين المجرات الصاخب، عناء الجبال المحكومة بالصبر حيث تقيم، وجع الغيوم الشاردة من قسوة الظلال، لهو الخفي وترانيم الأمل. لما لم يكتمل الكمال في حلبة النقصان إذن؟ لما لم يكتمل الكمال في حلبة النقصان إذن؟ لأن كثيرا من الحضور غياب، وبعض الغياب حضور ساطع يؤذي البصر قبل البصيرة، ولا تتم الأشياء دون نقصانها، ولا تبتهج الخسارات باختفاء دوافعها. وهنا أعترف أن الفتنة أشد من الغياب، وأن الغياب لعنة تطارد الهديل، وهي تحفر عميقا عميقا في سرداب العتمة، ولذا لا تقوم السماء بغير عمد، وإن قيل أنها لا تحتاج إلى روافع فهي لا تعاني من وجع الجاذبية، لكن الأشجار المطرودة من حكمة الخضرة تعرف أن عذاب التراب لا نهاية له، ومرض الروح لا شفاء منه، وأن الكتمان أبلغ آيات الاحتضار. سأمضي إلى العدم
هناك خلقت القصيدة كمالها وظلالها وغدها بعيدا عن شروط الطبيعة ومنطق الهزيمة وحكمة الدهور، ومن تلك الفيافي الواسعة الأرجاء، ومن تلك السهوب الشاسعة المساحة، ومن تلك النجوم الذاهلة عن مساوئ الظنون، تغادر القصيدة أرض التوقع وشرفة التأويل لتسفر عن وجهها الرائي وعينيها الحالمتين بعالم أفضل وحياة تليق بنشوة العصيان. هنا في هذه المجموعة سأمضي إلى العدم، ألم لم يتمم نقصه بعد، وعدم لم يحقق ماهيته بعد، وحلم يتشبث بما وراء الظلال وما خلف السريرة وما بين الذبذبات والذرات وما في حديقة الحلم المبتور ونبوءة الهوامش وهي تجرجر رداءة الحظ وأعراض الدهشة ومتلازمة الجنون. هنا في هذه المجموعة قصائد لا تمسد شعر جاراتها ولا تتأبط ذراع قاتلها إلى حفلة سهر لطيفة، بل ميليشيات متمردة حتى على قائدها الثائر تذكر الكمال بدم الضحية والخطوط بغياب المشهد والسطور بذل الحبر. لماذا الشعر إذن؟ لماذا الشعر إذن؟ هل هو لتأكيد النقص أم للبحث عن كمال مفقود وأمل لا يتحقق؟ لا جواب مطلق ولا مؤكد، ولكن يبدو أن هذا الغموض هو الذي يدفع بي دائماً لكتابة قصائد جديدة وعدم الركون إلى ما كتبته حتى اليوم. وشكراً لكم على الاستماع لهذه الشهادة. وهنا اسمحوا لي أن أقرأ قصيدة سأمضي إلى العدم، وهي قصيدة الديوان التي ترجمت إلى لغتكم، ولكم التحية والشكر على ذلك. سأمضي إلى العدم، سأمضي إلى العدم بخطى ملك، وأمضي إلى الخلاص على درب المسيح، وإن كنت لا أثق بالنجوم والأدعياء. سأمضي إلى العدم، فلست نادما على شيء، ولست طامعا في شيء، سراب كل الذي مر بي من تلال وجبال وسهول وبحار وأناس سيئين أكثر من عدو متربص بالهزيمة. كل الأصدقاء الذين صادقتهم أصداء، كل الذين أحببتهم أسماء، أما أنا فعلى خطاي أسير، لا وطن لي ولا شارع يعرفني، لا شاعر لي، كل الشعراء الذين أحببتهم لصوص أوراق وكتب، كل النبلاء الذين تبعتهم أوغاد، كل الصعاليك الذين أحببت أسماءهم جبناء، كل الناس أشباه أشياء، كل حتى النساء، حتى النساء اللواتي أحببتهن على خطاي أسير، حتى النساء اللواتي أحببتهن، لا لن أقول، فأنا خلاص نفسي ونبي ذاتي، لست اليسوع لكن أبي عقال طائش وأمي بستان رجاء، وعلى ذكر النبوات أفتي بأني أنا الشرير الذي أرسل الطغاة إلى ديار الأنبياء، فالأنبياء الذي ساروا على هدي ليسوا أنبياء، والأنبياء الذين جاءوا بعدي تعثروا في الحقد، غرقوا في أول البحر وظللت وحدي أسير على الماء، هم فكرة هندية والله حافظها، وأنا رمان الزمان وعتمة الأشياء، كل ما على الأرض افتراء، صخب وعنف وعواء، مسرح مفضوح هدوء يسبق الحقول، وثرثرة تصغي لتفاهة المعنى، تقدم تفاح القصائد وشجر الهوامش،
في كتب الظلام وتفسير الضلال. والآن يا صاحبي وحدك ترتقي شيئا غامضا، الآن قل لي ما أنت. لا لا لن أقول، فأنا سر نفسي وعلى خطايا أسير، وعلى خطايا أسير، وعلى خطايا أسير.